فعادة الخميس شنو يكون عندنا؟ يكون عندنا لايف من الاستوديو. اليوم عندنا فنان مميز وموسيقى راح تكون مختلفة، الفنان عباس الموسوي. صباح الخير عباس. صباح الورد، أهلاً. قرب إذا ما عليك أمر على المايك. أيوة، عشان نسمع صوتك الجميل. عباس، أنت من ربع الصبح ولا مو من ربع الصبح؟ بيس. أنا جايكم مواصل صدق؟ لا، كلش مو من ربع الصبح. كلش مو من ربع الصبح. عباس، كم الرقم هذا؟ 4. زين، حلو. طمنت الحين. أش بالليل كانت 2، الحين 4. سبحان الله، دائما الفنانين كذي، مو جوهم الصبح، قصب يقعدونهم الصبح ويمزجون ويأدون، فما يخالف عندك تشالنج راح يكون الصبح تمزج وننتظر منك وايد. أنا قلت لك توا من وين أنا أعرفك، بس ما راح أقول على الهواء. سر بيني وبينك. ودنا نسمع منك كم شغلة، بس ودنا نقول لنا أنت شنو الآلات اللي تعزف عليها وشون بديت في هذا المجال. طبعاً خلينا نقول إن بديت المجال إني كعزف شيء وايد أكثر 2007. بلشت كمغني، يعني أغني أغاني أجنبية، بعدين شوي إنه أوكي بلشت أتعلم أعزف الآلات الموسيقية، عندي جيتار، درامز، غيره. ليه الحين يعني وصلت مرحلة إن الحمد لله يعني أقدر أعزف أي آلة حط ببالي، وآي برودوس، آي كومبوز، آي رايت ماي أون ميوزك، فعندي ماي هوم ستوديو. ممتاز. يا فدايما الإبداعات تبدي من هناك. أيه، هو الكيف، لازم الكيف مالك، عرفت؟ بعدين شيء إكسباند. تقوم اللون بألف أغنية. أي بالضبط. بسيطة، أكتب وألحن وأغني وأعزف. هلا والله. There is a girl that I met on the gram, and I thought, oh, she's so sweet, sweet as a gem. She caught my eyes and all of my attention. She moved something inside of me, I gotta mention. I'm falling for you. Ooh. More and more I'm loving you. Ooh. I'm crazy for you. Ooh. And every day I'm loving you. She said yes. الله الله الله، كاملك طلب، كاملك طلب. Let's go. هاي فايب. جربت تسوي الميكس بين الغربي والشرقي، ولا أنت تفضل تكون بهذيك المساحة وهذا الفن؟ هو أكيد أفضل الأجنبي، لأن من صغري يعني كنت أسمع أجنبي، مايكل جاكسون، باكسيت بويز، وغيره وغيره وغيره. أيام طيبين. أنا طبعا مواليد 90، فيعني حبيتي كانت انت الجيل اللي انت اخر ضايع، الجيل الضايع اللي بالنص. مر كل شيء. انت اخر جيل الطيبين، سكرت الباب. اي بالضبط، سكرنا خلاص. زين، ف الاجنبي هو اللي يعني اللي جذبني وسحبني صوبه اكثر. حاولت اغني عربي، ما يعني ما راح اكذب، بس كلش سيء، ما ضبط وياي، ما ضبط وياي. فعشان كذي استمريت بالاجنبي اكثر، لان لقيت نفسي مرتاح فيه اكثر. وذاتس واي يعني انا بقول لك شغله، يمكن انا انسان احب الموسيقى واسمع وما راح اجامل. اللي سمعته قبل شوي لوهله، لو انت مو قايل انك انت مؤلفها وانت كاتبها وباوضاع يعني الحمد لله اليوم مش بصحه وعافيه. لا لا، بس فعلا كنت راح اقول ان هذه اغنيه لمغني. حلو، ممتاز. لشخص برا، لشخص يعني الاغنيه هيت اصلا، يعني شيء وايد حلو. فبرافو عليك، الحين طمعان اني اسمعك اكثر. ثانك يو حبيبي. اتوقع مو بس انت، حتى الناس اللي قاعد تسمع ودها تسمع أكثر من عباس. سو المايك لك، تفضل. يس، أوكي. أعزف شيء حقي ولا نسوي كفر حق أغنية معروفة ولا؟ يريحك، اختيار عندك. الاثنين يفوزون بالنسبة لنا. أوكي، كفر حق منو تحب تغني؟ والله شوف، تبي أنس، أنا ما أحب أسوي كفرات، أحب أسوي أغني أغاني، بس لازم نعطي الناس شيء يعرفونه أو أوكي. ممكن يعرفونه. يلا عطنا بكفر حق منو. في فرقة اسمها The Goo Goo Dolls، اسم الأغنية آيرس، قديمة الأغنية. فممكن ناس تعرفها. And
I'd give up forever to touch you, 'cause I know that you feel me somehow. You're the closest to heaven that I'll ever be, and I don't wanna go home right now. And all I can taste is this moment, and all I can breathe is your life. When sooner or later it's over, I just don't wanna miss you tonight. And I don't want the world to see me, 'cause I don't think that they'd understand. When everything's meant to be broken, I just want you to know who I am. I just want you to know who I am. I just want you to know who I am. Want you to know who I am. يعطينا كذي يعني جوز بومز بصراحه. اوكي ذاتس ريلي جود. الفن اللي انت قاعد تقدمه وجميل ان احنا نشوف ان انت قاعد تكتب اغانيك بنفسك، قاعد تلحنها، وعندك يور اون ستوديو في البيت. yes. فهذا ممكن حتى يساعد الفنان من ناحيه الكرياتيفيتي اكثر، مثل ما قال قبل شوي طلب، فجاه جت لك فكره على طول، ممكن دايركت على طول. صح، على طول. exactly. هل اغلب اغانيك قاعد تكون من يعني بيرسونال اكسبيرينس، ولا عادي مثلا تسمع مثلا احد من ربعك مر بهالتجربه، شفت موقف قدامك تطري على بالك؟ personal experiences هم بعد نفس الوقت ان اشوف اشياء من يعني خلال تجارب ربعي or whatever. also اشياء من الخيال، يعني عندي كذا اغنيه شيء مؤلفها، والسبب تاليف اللحن نفسه. فلما اطلع اللحن اول، بعدين احس انه اوكي هذه الكلمات ماشيه ويا بعض. مره من المرات كنت مبطل، في عندي اغنيه اسمها يو اند مي، مره من المرات كنت مبطل لايف على الانستغرام. اوكي فام لايك يا جماعه عندي لحن، ايش رايكم كلنا نشتغل عليه، نكتب كلمات ونفكر شنو نضيف آلات. وسويناها، والاغنيه هذه عندي بالتيك توك حصلت 24K. واو، انا شاكت، انا انصدمت الصراحه. اسمعها. طبعا ما راح اقدر، هذه من الاغاني اللي ما اقدر اعزفها واغنيها لان الجيتار شوي فيها العزف معقد ويا الغناء. اوكي ف it was something like that. من الأغاني اللي كذي يعني طلعت من خلال هذا اللحن اللي توه سوينا أغنية كاملة، والأغنية يعني وايد حلوة لدرجة يعني صارت ستايلها صار كذي راديو بوب سونج. واو. إيه فضبطت يعني أنا والله. ف يعني هذه من الأشياء الحلوة أو التجارب الحلوة اللي نسويها to make music. أحس عباس فترة الحظر اللي إن شاء الله يا رب ما تنعاد. أوه. بس إن أي إنسان كان معك وايد وناسة، عرفت؟ أي كل شيء كل شيء شي يصير. الحياة كانت لايف، كلها لايف على السوشيال ميديا. هذا اللي ودك تنحضر وياه. بالضبط. على هالطاري اليوم عندك مجموعة من الأغاني كتبتها ولحنتها، فأتوقع صار عندك بالكولكشن خوش يعني نقول خوش أغاني. yes. فكرت الحين في مشروع ألبوم، في مشروع انك انت تحضر شيء لقدام، ولا سينجلز قاعد تصير؟ طبعا انا عندي 16 سينجل نازل في البلاتفورمز كلهم، الغامي، سبوتيفاي، ساوند كلاود وغيره وغيره وغيره. وموضوع الالبوم توني مخلص تسجيل الالبوم. هلو. تسجيله كله بالغرفه عندي، تسجيل ميكس الغرفه هذه كلها الكيف مالي. زين. فخلصت الالبوم تو ريسنتلي الاسبوع اللي طاف، خلصت قفلت عنه وسويت له ابلود بالكلاود، ان شاء الله راح ينزل تاريخ 19/10. بيرفكت. يس. الجيتار عندك، المايك عندك. يس. اي شيء ودك تسمعنا حصري لنغم الصباح احنا جاهزين. تمام. Talking about that girl he made. He kept talking over and over about it, but it seems he's already falling down. We don't know if he is falling again. We don't know if he is falling again. We don't know is falling again. Don't know if he's falling again.
ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. قاعد اشوف ان فعلا الاغاني قاعد تحيرنا. اللي وصلت يا مرحلك اقول ووو حلو 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 nice. اتمنى انك تكمل ولا توقف هالشيء هذا. اكيد اكيد اتمنى انه يعني دائما الابداع يستمر. قاعد استمتع وافرح اشوف طاقات شبابيه كذي قاعد تسوي كذي قاعد تبدع. احنا يعني لايف من الاستديو دائما يعني حلو. يتغير يومنا صدق الخميس يتغير فيكم. ما ادري اذا ودك تطمعين تسمعين اغنيه بما ان انت اوريدي عباس ذكرت وقلت ان انت خلصت من البومك انتهى. متى راح ينزل؟ 19/10 19/10 احنا طمعين. ما ادري اذا انت راح تكون كريم معنا ولا لا. ممكن تعطينا شيء حصري وتسمعنا بارت صغير ان شاء الله. يس وخلونا نقول مع الحصري اللي راح يعطينا يا عباس احنا نطلع قفال. اوه تخلص حلقتنا ونخلي الناس تستمتع في اخر دقائق من نغم الصباح. احنا خميسنا كان جميل كان ونيس هوزنا الناس وضحكنا معاهم وانا دلت قهوة وصلت عشان بطوف سالفة فستين. دلت القهوة وصلت. شكرا لميوب دائما هي الراعي الرسمي ليوم الخميس. يوم الخميس بدلت القهوة. كرمكم الله بيت الخميس. الله يسلمك عليكم بالعافية. وصدق جدا استمتعنا بحلقة اليوم. انا وايد وناس كانت ونيس. عادي اسوي شيء خميسية عادي اسوي عباس عادي تعطينا لحن اي لحن واحنا نسولف. حسيت انه وناس اي كذي اي اوكي اي شلون بنختم اي خدمة كذي يبي كذي اي كنا معاكم يوم الخميس وخلص اسبوعنا وياكم الحين حبيت اوكي كنا معاكم في نغم الصباح. اسبوعنا خلص ونتمنى يومكم يكون سعيد ويكونكم كله اكل وناسه وطلعات وناس ونيسة دائما تضحك. هلا والله شنو يكون اللي كله أكل؟ كله أكل. شنو هو؟ ويكند. الويكند. خميسكم. كنا معاكم أنا عبد الرحمن الخميس. وأنا الفايز رمال مرزوق. وأنا ما زلت راح أقول محبة الناس يا جماعة محبة الناس. كنت معاكم طلوب. see you next week. هذا أربعة تقول لكم happy weekend. والختام مع عباس الموسوي. let's go. I don't know what's going on. I don't know what's happening to me. Can't get her smile out of my mind. It's driving me crazy. Tell me, what's it gonna take? What's it gonna take to make you mine? All I want is you. Yeah. I wanna make you mine, I wanna make you mine, I want to make you mine. I wanna make you mine, I wanna make you mine, I want to make you mine. I want to make you mine. Hey, baby, I want to make you mine. عباس المسوي من نغم الصباح مارينا اف ام من الكويت. ساعة جديدة على مارينا اف ام. اكثر اذا عزبها مارينا لك انت.